حلقة النهاردة هوريكم ازاي تقدروا تصنعوا اقوى مضاد حيوي في البيت، وحاجة ممكن تبقى اقوى منه كمان، حاجة مكونة من مواد طبيعية تماما وملهاش اي اثار جانبية، ومفعولها يفوق مفعول المضادات الحيوية. بس قبلها خلينا اشرح لكم الاول ايه هي المضادات الحيوية وبتعمل ايه وتأثيرها وقطرها بيعمل ايه. المضادات الحيوية ما بتخلصش على عدوى الخمائر ولا الطفيليات ولا الفيروسات ولا الفطريات ولا العفن، وده مفهوم غلط عندنا كلنا ان اي عرض او مرض ناخد له مضاد حيوي على طول، وده غلط تماما. وطبعا كلنا اخدنا بالنا من الادوار المنتشره حاليا عند كل الناس وخاصه الاطفال، واللي بنصح اي حد يتعرض ليها يستشير طبيب المعالج مباشره وما يستناش ابدا، خاصه لو الموضوع متعلق بالاطفال بالذات. ونصيحتي الاولى والابديه يجب استشاره الطبيب قبل اعتماد اي بديل عن الادويه. طيب انا عاوز الفت نظر حضراتكم لنقطه مهمه جدا عن الاصابه بالمرض خاصه عند الاطفال والشباب، وهو اننا نتعب ونصاب بالمرض ده شيء طبيعي جدا، ومرور جسمك بالتفاعل المناعي ده بيدي الجهاز المناعه بتاعك درس افضل في انه يدافع عن نفسه، وعدم الاصابه بالامراض بيمنع من تشكيل نص جهازنا المناعي، وده لان الانسان بيتولد بنص جهاز مناعي فطري تمنحه ليه امه بالولاده، وبعد كده بيكون المناعه المكتسبه واللي بيطورها عند الاصابه بالامراض والتعرض لمسببات المرض. وعشان كده طبيعي جدا ومش غلط ابدا اننا سبحان الله نصاب بالمرض، ولكن مع التقدم في العمر لما نبقى عاوزين نسرع المده الزمنيه للعدوى او اننا نمنحها اصلا انها توصل لذروتها، فيبقى في حاجات لازم ناخد بالنا منها او نمنحها اصلا اول ما نحس باعراض الاصابه بالعدوى. طيب احنا عندنا دلوقتي مشكله الناس اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو، ان اول ما يحس باعراض المرض يبدأوا يجروا على طول ياخدوا مضادات حيوية، وما يعرفوش ان المضادات الحيوية مش بتقضي غير على العدوى البكتيرية ومش الفيروسات ولا العدوى الفطريات، وان القضاء على البكتيريا الضارة بيشمل البكتيريا النافعة كمان، وده بيؤدي للإصابة بعدوى تانية وكمان بيضعف قوة الجهاز المناعي. عشان كده دايما بقول ان اي مضاد حيوي تاخده بعد استشارة الطبيب مش من نفسك ارجوك. والبكتيريا دي اللي بتقضي عليها المضادات الحيوية بتتحكم في نمو بعض انواع الخميرة، عشان كده القضاء عليها بيؤدي لفرط نمو الكانديدا وغيرها من انواع الخميرة، في حين اننا بنحاول نحل مشكلة اصلا مش نخلق غيرها. وزي ما كلنا عارفين طبعا ان كتر المضادات الحيوية عمال على بطال كده بالفعل عمل مشاكل اقل ما يقال عنها جسيمة، فاحنا دلوقتي بسبب كده نتج عندنا بعض السلالات الميكروبية شديدة المقاومة للمضادات الحيوية وما نقدرش نقتلها بسبب مقاومتها الشديدة جدا، فعشان كده لازم نلاقي حلول فعالة اكتر ومش بتولد مشاكل تانية، محتاجين استراتيجيات اقوى. طيب نخش على طول على العلاج، والعلاج ده بيتالف من مستخلصات نباتيه، حاجات كلها طبيعيه وموجوده تقريبا في كل بيت، بس هي فيها بعض الخصائص اللي مش بس مضاده للبكتيريا وكمان مضاده للفيروسات والفطريات والطفيليات. وعشان نفهم اكتر انا قصدي ايه، واحدة من آليات بقاء النباتات هنلاقي إن النباتات دي سبحان الله طورت آليات دفاع معقدة ومذهلة، وده لأنه زي ما احنا عارفين إن النباتات حاجة ثابتة، وده بيخليها عرضة أكتر للهجوم المستمر من البكتيريا والحشرات والفطريات من التربة، عشان كده بيطوروا استراتيجيات بقاء مختلفة على مر الزمان. عشان كده تناولنا للنباتات دي بيدينا آليات بقائها بصيغة طبيعية، ومن بديع خلقه ان لما نتناول المواد الكيميائيه دي المضاده للميكروبات مش بتضر البكتيريا الحميده اللي في الجسم، لان تاثيرها السمي منخفض جدا وقد يكون منعدم، وعشان كده هي الحل الافضل والامثل. نرجع للعلاج على طول، وفي كذا حاجه هنحتاجها للمشروب ده، هنحتاج هراس الثوم وبرطمان محكم الغلق وخلاط. العلاج ده بيتميز ان مضاد ميكروبي واسع المدى ومش بيحتوي على اي اثر سمي تقريبا، وهيكون فيه مكونات أساسية بس هيكون فيه شوية عناصر تانية عشان تخليه فعال أكتر، ويفضل إن الحاجات دي تكون طازة، بس لو مش متوفر الطازة بتاعها عادي ممكن نستخدم المتاح أو حتى المسحوق أو الباودر بتاعها، بنعينه في البرطمان ونسيبه، ولما نحس بأول أعراض المرض زي الإرهاق أو الشكشكة في الحلق والسعال المستمر وغيرها تقدروا تاخدوا معلقتين من العلاج ده، واحدة الصبح وواحدة خلال النهار. نبدأ في الخليط الأساسي للعلاج، أول حاجة الليمونة الكاملة والثوم وخل التفاح اللي اتكلمنا عن فوائده كتير جدا قبل كده، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو ده الخليط الأساسي، بس انتوا تقدروا تضيفوا حاجات تانية كتير عشان نحبشه زيادة ونزود فعاليته، بس هي دي المكونات الأساسية. هنجيب 4 فصوص ثوم ونهرسهم وناخد العصير بتاعهم ونحطه في الخلاط، ونضيف ليمونة كاملة، وياريت يكون طبيعي وفريش وبقشره، قشر الليمون بيحتوي على عناصر مذهلة مضادة للميكروبات، وزي ما كلنا عارفين في كمية محترمة من فيتامين سي، وهنزود عليهم كوب من خل التفاح
وتقريبا 30 مللي من زيت الزيتون البكر الممتاز، وهنخلطهم كلهم في الخلاط لمدة دقيقة واحدة لحد ما يمسك شوية. ساعتها هتقدروا بكل سهولة تحطوه في التلاجة وتحتفظوا بيه لوقت الحاجة، ولكن انا شخصيا بفضل ان انا اضيف حاجات تانية عشان تعزز من فعاليته. انت تقدر تضيف واحد بس او اكتر من المكونات الزيادة دي طازة في الخلاط مباشرة او باودر عادي. هنضيف معلقتين كبار من مسحوق الكركم، او لو متوفر طازة يبقى اكيد احسن، وهنزود عليهم لو متاح معلقة صغيرة من مسحوق المرمرية. المرمرية واحدة من اكتر المضادات الميكروبية فعالية. وهنضيف الزعتر، معلقة صغيرة من مسحوق الزعتر، ونضيف الروزماري أو إكليل الجبل، ونزود عليهم 6 حبايات قرنفل. برضو القرنفل بيعد واحد من أفضل مضادات الفيروسات والطفيليات والديدان، وبيقضي عليها كلها. وبعدين هنضيف حباية صغيرة من الفجل الأحمر. الفجل غني بمركبات الكبريت المضادة للميكروبات، وكمان بيعتبر الفجل مضاد مخاطي لأنه بيساعد في التخلص من المخاط اللي في الجسم. وهنضيف حباية صغيرة من البصل للخلطة، ونخلطهم كلهم لمدة دقيقة ونص مثلا، وأحط كل حاجة في البرطمان ونعينه في التلاجة ونسيبه يتخمر مع الوقت عشان فعاليته تزيد ونقدر نستخدمه في أي وقت. وفي الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده، ومع قلة تعرضنا للشمس وعند أول إشارة نحس فيها بأعراض المرض، ناخد معلقة منه. وخليني أقول لكم الخليط ده طعمه مش أحسن حاجة، ولكن هو هيقضي على الميكروبات وهيحافظ على البكتيريا الحميدة اللي في الجسم، وفي نص اليوم خد منه معلقة كمان. طيب خلينا نقول إن مثلا إحنا فوتنا فرصتنا في إننا نمنع تطور العدوى في بدايتها، وخلاص الموضوع تطور وبقينا في ذروة المرض، ساعتها بننصح بتناوله من 3 لـ4 مرات من المزيج ده يوميا. وبرضه بأكد بالرغم من إنه مكون من مكونات نباتية وطبيعية، ولكن ده لا يغني بأي شكل من الأشكال عن زيارة الطبيب، وممكن بالإضافة للعلاج تناول المزيج ده بعد مراجعة الطبيب، وده هيساعد في إنه يقلل من مدة استقرار العدوى ويقلل من شدتها ويساعدكم انكم تخفوا بشكل اسرع ان شاء الله. خليني اقول لكم ان حاجات كتيره من المكونات في الخليط ده احنا بنستخدمها يوميا في اكلنا، وعشان كده هي ليها عامل كبير في تقويه الجهاز المناعي. هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه المزيج كله، هو عباره عن ثوم وليمون وزيت زيتون وخل التفاح، دي المكونات الاساسيه. وممكن نضيف عليهم لو متاح الكركم والمرمرية والزعتر والروزمالي والقرنفل والبصل والفجل الأحمر. وأخيرا جهازنا المناعي هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وحاجة لازم نفهمها ونحافظ عليها ونساعد في تقويتها. وده كان الغرض من شرح المضادات الحيوية وتأثيرها على الجسم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وابعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين. دمتم بصحة وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، وأشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.